غير فوت بقى مو بيك الهي من بخها منيح ما مو بيك يا عينيك نحن رجالك بين ايديك مو بيك لعينيك هالرقبك شدادي اي والله بعيونك يا الغالي بيقولوا ليش في هون بقوا ناموس يا والله شي بشهي العيش لك حتى ناموس هون ناعم ذو الشكل مو مش عنا الناموس الجقرة العش للرج يا عمي ناس عايشة هاد شو هاد بعد ما نشرب الشايات خليه يجي يبخ المطبخ شو الريحة هاي؟ تعال يا نمس تعال اشرب الشاي قبل ما يبرد خلصنا هاي الغرفة لك شو الريحة هاي شو هذا بقلبه زيت كاز ايه كاز ودواء وشغلات تانية هاي خلطة سرية اسمها خلطة النمس البق والصراصير كأنك يعني بطلت بيع العتاية اللي كنت تشتغل فيها ايه شو هالشايات من لونه مبينين اكلك عشاء العتاية يقطع عمرا بطلناها من زمان صارت شغلة اللي ماله شغلة صار الغنم يشتغل فيها لك نمس لك عم يستحي على دمك وزوبة صار لك طول الليل عم تدعي الرجال وبدي يفتح لك كان فتح لك زعش الجيران كله منه يعني هو جوا وما عم بيطلع شو بيعرف لي تضرب منك له روح سأل عنه ابو النار اللي بيطار هو بيدلك عم يقعد عنده شو عليه بنسأله وبنسأل عن ابوه اذا ما لقطوا ابو دراع ما رح تنكشف الحقيقة عقيد لكن مجنني انه ابو دراع عكاري بعبدة انسانه انه قتلها لحرمته ودفنها بأرض دياره طيب ليش ما بتسأل صبحي؟ مين صبحي؟ ابن اللي داع شريق اما بيكون ابن حماه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مر عمي دقيت الباب على النمس وما لقيته ولاد الحارة قالوا لي يجي يسأل عنه هون شلونك ابو هلال؟ اهلين شو؟ كنك ما عرفتني؟ ابو الحكم ولا انا غلطان ابو الحكم بشحمه ولحمه لك اهلين بالقبضاي يا بيت اهلين سهلين وين ما عاد شفتك بعد ما قضينا هالوقت بالقاوش اختفيت مشاغل يا ابو هلال ما عرفنا على انت صاحبي ابو هلال تعرفت عليه بالسجن بالسجن والنعم والله العقيد ابو النار صاحب الدكان معلمي وتاج راسي اهلين عقيد يا أهلين وسهلين وانت بلا زهرة ليش عم تسأل عنه للنمس؟ والله عاوزه بشغلة ضرورية النمس بتلاقيه بالكركون عمي بالكركون؟ يا أهلا وسهلا بمأمون بيك شرفتونا يا أهلين تفضل استريح يا ابني يا رستم وينك يا ابني؟ حاضر سيدي
شوف مأمون بيك شو بشرب. شو بتحب تشرب يا بيك؟ هلا ما بشرب شيء. أنا جاي لعندكم مشان النمس، سمعت إنه محبوس عنكم بالنظارة. مأمون بيك؟ من شوي سأل عنك، تركته فوق عند أبو جودات. أيوه، هي ما حسبنا حسابها. طلعت مانك سهل يا نمس، في ناس بيسألوا عنك. يكا لا مو أي ناس. منين بتعرفوا المأمون بيك؟ مين مأمون؟ إيه مأمون بيك. أوهو من زمان، خوش بوش أنا وياه. يا حلا حريشك يا مأمون بيك، وينك يا هلا؟ بعيش كتير بشوف كتير. ايوه هي ما حسبنا حسابها، وين بدنا نخبيها يا هي؟ وين يا نمس؟ وين يا ناموسي؟ وين يا ناموسي؟ مأمون بيك جنابك لو سمحت لي، ايش كان هذا النمس؟ زعجك بشي؟ انا بفك له قدوها. لا 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 لا، حضرتك فهمان غلط. هو كان وعدني يجي لعندي على البيت ليبخر لي البيت، بس لما ما اجى وسألت عنه قالوا لي محبوس عنكم بالنظارة. بقى شو عامل؟ هو بصراحة لحد هلا ما له عامل شيء، ونحن موقفينه عنا حبس احترازي، لأنه عم نحقق بموضوع كتير كتير مهم. طيب و بقدر بلا مؤاخذة أخذوا معي؟ انتوا رغباتكم اوامر سيدي. يا ابني ارسم. حاضر سيدي. روح هات لي النمس من النظاره لهون. لا لا ما في داعي، حابب شوفه بالنظاره، بدي احكي معه كلمتين على انفراد. بعد اذنك مأمون بيك، بدك تحكي معه كلمتين على انفراد على راسي من فوق، بس شيت انك تشوفه بالنظاره هاي بعد اذنك ما بسمح لك فيها. مقامك عالي عنا كثير، وما بصير جنابك تنزل تشوف هدول المجرمين بالنظاره. حضرتك بتم قاعد بمكتبي، وهذا النمسي بيجي لعندك وبتحكي معه كلمتين على انفراد وبتاخذ راحتك. كمان بيصير. عن اذنكم. حي الله. ايه والله. تعال يا دفر. وين؟ اهلي الحكومة. اهلي مأمون بيك. وين الغرض اللي اخذته من وطي؟ انو غرض؟ اسمع، إذا قلت الحقيقة رح أسامحك ويا دار ما دخلك شر، بس إذا نكرت ولفيت ودرت وعملت حالك جدبة وسلبة وما بتعرف شيء، نجوم الظهر بدي فرجيك ياها. بدي أسألك سؤال بس بالأول بيك، أنت عن شو عم تحكي؟ يعني حابب تشوف نجوم الظهر. لا بيك، مو النمس اللي بيشوف نجوم الظهر، وكلك مفهومية. أنت شو بدك مني؟ هون بدنا نحكي بيه مو مناسبة معي. وانت جوا هذا انت يا واطي؟ فو ما شفتك تبخ البيت عم تسرق لمأمون بيك؟ انا ما سرقت شيء، ومأمون بيك بيعرف هالحكي منيح. شوفوا ابو هلال، النمس ما سرقني، انا كنت غلطان. يعني ما سرق لك شيء من الاوضة مأمون بيك؟ لا ما سرقني شيء من الاوضة، اتركه واعمل لي فنجان قهوة. امرك. وين الورقة؟ أنا ورقة. هات الورقة. الورقة. أعطيك الورقة بيك، وأنا بعرف إنه قتلي ما بيكلفك فشكة، بس بدي أقول لك شغلة، قسما بالله العظيم واللي جرح الرقبة، ولا إلا بلاها. صح اقول لك انه في واحد صار بيعرف القصه كلها من راسها لاساسها، وقلت له اذا بيصير لي شيء طش الخبر. ومنو هذا الواحد؟ انا واحد ولو بي هذا سؤال بينسأل. اطمن، الزلمه ما بيحكي ولا كلمه، يعني سره كبير امين، الا اذا صار لي شيء، اذا هوبت ناموسي ناحي وقتها
يا لطيف شو بده يصير يا بيك؟ ليكل هنماس، هالمرة رح أعاملك بأصلي وسامحك على فعلتك، بس المرة الثانية إذا بتلعب من قفا ظهري هيك لعبة رح أتلفك عمرك كله، وساعتها ما بيهمني كل اللي حكيته، ورح أجبرك إنك تقول اسم هالواحد قبل ما أجفتك بيجي. أصيل كبير يا أخي بيك، شو بده الواحد يحكي بيك؟ طمن بيك، أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، اعتبرني من اليوم زلمة من زلمك. عود